ثمة بيوت تختزل تاريخ عمان، فقد بنيت في بدايات تشكلها وكبرت معها وباتت تحمل عبق أنفاسها وروحها وهويتها. ديوان الدوق أقدم مبنى في وسط البلد ومن أبدع وأجمل الفن الهندسي. سهلا. هذا البيت بناء المرحوم عبد الرحمن باشا ماضي سنة 1923، أول تأسيس الإمارة، إمارة شرق الأردن، وكان مكتب بريد، أول مكتب بريد في عمان، وظل مكتب بريد لفترة طويلة، وفترة من الزمن كان دائرة جمارك، وبعد ذلك في 48 عندما هجرت فلسطين كان في موقف سيارات هون، واستأجروا شخص اسمه الحريري وعملوا فندق حيفا، وظل فندق حيفا لأواخر التسعينات أو بالألفين وواحد. طلبت من سيد سميح ماضي أن أستأجره منه وأعطاني إياه بكل روح طيبة، ومن 2001 أجا سمو الأمير حسن الله يعطيه الصحة والعافية، أجا افتتح الديوان، ومن 2001 لليوم الفكرة الأساسية هي إعادة نمط الحياة لوسط المدينة. نشاطنا ثقافي أكثر بتشهير أو الشعر والكتب والموسيقى. طبعا كانت الست غيداء حمودة من 3 أشهر عملت حفلة، ويمكن شفتوا البرنامج أو ما شفتوا، إنه الشارع كله سكر بالنسبة للاحتفال اللي عملناه هون. والحمد لله لا في نشاط ورد فعل قوي من تلاميذ الجامعات، خصوصا قسم العمارة بكل الجامعات، خصوصا من الهاشمية والإسراء والجامعة الأردنية. يوميا بيجينا أفواج لا يحضروا أو يتثقفوا بتاريخ بلدهم. يعني هو اشتمل على خامات من الفنانين والأدباء والكتاب. نعم. والشعراء. أيوة، ما الحمد لله بنشاط مستمر دائما. هل هناك نشاطات جديدة يعني راح على الساحة الأردنية راح تقوموا فيها في هذا المرحلة؟ إن شاء الله خلال الشهر الجاي راح أعمل معرض للكتاب، وبشهر 5 راح أعمل ذكرى للمرحوم علي ماهر المهندس والفنان الفقيد للأردن. يعد ديوان الدوق وجهة محببة للسياح الذين يزورون وسط البلد، وهو مدرج ضمن الدليل السياحي لعمان، ويفتح أبوابه لكل المواهب من رسم وشعر وموسيقى ومسرح وأدب. من ديوان الدوق ممدوح بشارات، لبرنامج بيت العيلة حازم السردي.